يعني قرعت من المرض وماكو فد شيء يتعلق بي اشتغل. انا وسطه وكان عندي محل، بس الفقد مو فقدت السمع، فقدت كل شيء، صرفت على روحي على هذا، فما هم مستحيل اقعد يعني انا ابطل. قلت ما اقعد بطال، لازم هل موجود عندي في داخلي اطلعه. فقلت من يعني من قمت استخدم الكي على الخشب اشوف ايدي، هي كانما ما ايدي هاي حتشتغل، ما اصدق ان هاي الايد تطلع هالابداعات هذه. فقلت لها يا امراه انا طلعت رسام بعد كذا من العمر، ها وبعد كل هالمعاناه هذه انا رسام، اكو شيء في داخلي يا امراه اريد هذا اشوفه للناس، هذا ما شيء طبيعي، هذا شيء من عند ربي يعني. صح، أنا كنت داعم نفسي له، لأن هو كان بوقته محتاج إلى دعم نفسي، كانت معنوياته صفر، دعم نفسي صفر، عصبي ويصيح وهاي، بس من خلال العمل الحمد لله صار أحسن وأحسن، حتى تحسن. كان يستمر، كنت أشتري العلاج بفلوس حلوة، بس من خلال العمل حتى العلاج تركه. نحن اللي اشتغلناه هذا الأخشاب، كان عندنا من بقايا الآثاث اللي بقت صنعنا بيها، والهاي الأعواد كلها متوفرة بالأسواق، يعني ما بيها ذاك المبلغ يعني الزهيد، يعني إنه واحد ما يقدر يشتريها. أنصح كل شخص، كل مرأة، كل رجل، كل شاب أن يطور من نفسه، يساعد نفسه ويعمل بأبسط الأشياء.